تعرف ليش انت موجود مع الـ مع الـ مع الجيل هذا اليوم؟ نادي العين يمكن من الانديه القلائل اللي موجوده في الوطن العربي كله اللي نادي العين عائله واحده. صحيح صحيح، عائله واحده. لما تقول عائله واحده ترى عائله واحده مو بكلمه شي بس، لا، عائله واحده، عائله واحده في كل شيء. صحيح، الإدارة تتعامل مع اللاعبين كأنهم عائلة، اللاعبين مع بعض كأنهم عائلة، يعني الإدارة مع اللاعبين كأنهم عائلة. فهذا شيء ممارس موجود، وراح أتكلم مع سعادة محمد المحمود في هالجزئية. اليوم العين من الأندية اللي تؤمن وتعمل بعمل مؤسسي. صحيح، عمل مؤسسي واضح. صحيح، يختلفوا الناس، يختلفوا الأشخاص، يود بس في نهج واضح. صح، في سيستم واضح. يا اليوم محمد إبراهيم المحمود، يا فلان، يا علان، في هدف، في استراتيجية واضحة معمولة تشتغل عليها. صحيح، مو بكل نادي موجود عندنا هذا اللي يميز العائلة العينوية، أنها تشتغل بالعمل المؤسسي. نحن عائلة، ولكن اللي حاط الاوردر كله في امكانه العمل المؤسسي. انت اليوم يوم تبني خطه تشتغل عليها وتقودها بالعمل المؤسسي، نسبه الغلط عندك يعني جدا جدا ضئيله، لان بالعمل المؤسسي تقدر تعرف الخطا وين. فالحمد لله رب العالمين، هذا سر من اسرار النجاح اليوم اللي موجود في النادي ومستمر. هذا صحيح، مستمر. صحيح، من 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 زمان، من زمان. صحيح، هذا الشيء. انزين.